أحمد، وأذهب الآن إلى الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، ينضم إلينا من الخليل. دكتور، مرحبا بك معنا، وأنقل إليك تساؤل مراسلنا في مداخلته منذ لحظات. هل هذه المبادرة التي يتم الحديث عنها الآن، المبادرة المصرية، وهي تقولها آرتس بأنها مبادرة في مراحلها الأولى ولم تنضج بعد، هل هي فعلا مبادرة حقيقية أم مجرد تسريبات كما ذكر الزميل أحمد، الهدف منها فقط إلهاء عائلات المحتجزين وللمزيد من المماطلة من طرف نتنياهو وحكومته؟ ما من شك فيه أن التواصل ما بين كافة الأطراف من أجل محاولة الخروج بمبادرة جديدة هي مسألة قائمة، سواء كنا نتحدث عن الوسطاء القطريين أو المصريين، لكن الحديث بشكل محدد وواضح عن وجود مبادرة محددة واضحة المعالم، أظن أن الترجيحات أكثر إلى كونها مجرد تسريبات إسرائيلية لامتصاص حالة الغضب في الشارع الإسرائيلي، خصوصا في ظل تنامي هذه الأصوات داخل الشارع الإسرائيلي التي تطالب بضرورة أن يكون هناك استعادة للمحتجزين. ما يجعلنا نرجح أنها مجرد تسريبات أننا لم نستمع حتى هذه اللحظة من الوسطاء العرب تفاصيل أو أطروحات واضحة المعالم حول مبادرة موجودة ومطروحة ويمكن نقاشها، بالإضافة إلى ذلك أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وتحديدا بنيامين نتنياهو لا تشير إلى أن هناك أفق لمبادرة، بمعنى أن أي مبادرة الآن يمكن أن تطرح لإعادة التفاوض ما بين كافة الأطراف هي مبادرة يفترض أن تكون مبنية على أرضية وقف إطلاق نار كامل ودائم في قطاع غزة، وفي ظل إصرار أطراف إسرائيلية وتحديدا بنيامين نتنياهو على استمرار هذه الحرب، هذا يحمل تناقضا، بمعنى أنه لو كان بنيامين نتنياهو قد أعطى مؤشرات أو ملامح لإمكانية أن يكون هناك صفقة تبادل لربما قلنا أن هناك شيء في الأفق، بالرغم من أن تصريحات بنيامين نتنياهو يعني يمكن أن تحسب على أنها محاولة لضبط المشهد الداخلي الإسرائيلي ومحاولة لاسترضاء اليمين، لكن في نهاية المطاف يعني التصريحات بعيدة كل البعد عن إمكانية أن يكون هناك صفقة تبادل أو بشكل يعني أدق يعني بحث في إمكانية وقف إطلاق النار، لأنه مقابل الرؤية الإسرائيلية التي تتحدث دائما عن صفقة تبادل نحن نتحدث عن فصائل فلسطينية تصر في كافة تصريحاتها وتحديدا حركة حماس على أنه لا يمكن بحث صفقة التبادل بمعزل عن وقف إطلاق النار، وهذا الأمر برأيي حتى هذه اللحظة يعني متعذر في ظل يعني محاولات عربية سواء كان من قطر أو من مصر لي يعني إيجاد مخرج، والمخرج برأيي في ظل ما يعني يتم تسريبه بين فينة وأخرى ليس من طرف الإسرائيليين وإنما من أطراف أخرى هي مسألة التدرج في وقف إطلاق النار، بمعنى أن تبنى المفاوضات على أرضية وقف إطلاق النار لكن ليس بالضرورة أن يتم وقف إطلاق النار بشكل دائم ونهائي في لحظة واحدة. طيب، برأيك هل موقف نتنياهو الآن، وهو على ما يبدو موقف ضعيف في علاقة باليمين المتطرف في حكومته، يمكن أن يذهب يعني إلى أبعد حد في هذا الاتجاه دون أن يعطي أن يولي اهتماما بداية لقضية المحتجزين وأهالي المحتجزين، وثانيا أيضا للضغوط الأمريكية التي انتقدها بشكل واضح نتنياهو؟ إلى أين يمضي نتنياهو برأيك؟ ليس لدى بنيامين نتنياهو خيارات كثيرة، وكما تفضلت بالإشارة وينطلق في حديثه وإدارته للعلاقات الداخلية من منطلق ضعف وليس من منطلق قوة، بمعنى أن كل ما يصدر عن بنيامين نتنياهو الآن هي استجابة للتصريحات التي صدرت عن بن غفير وعن سموتريتش سابقا، وهذه التصريحات هي يعني تصريحات وضعت بنيامين نتنياهو في مأزق، يعني بن غفير تحدث بكل وضوح على بنيامين نتنياهو أن يختار ما بين يعني مسار بيني جانتس ومسار بن غفير، في إشارة إلى أن استقرار الحكومة الإسرائيلية الحالية ليس مرتبطا ببيني جانتس بقدر ما هو مرتبط بقوى اليمين التي تحالفت مع بنيامين نتنياهو في مرحلة ما قبل الحرب. ولذلك نتنياهو الآن يريد الحفاظ على هذه ال 64 مقعد الموجودة داخل الكنيست الإسرائيلي، وليس بإمكانه المغامرة الآن بالذهاب باتجاه استرضاء الولايات المتحدة الأمريكية أو أقطاب المعسكر الصهيوني داخل مجلس الحرب، وإنما هو معني فقط باسترضاء اليمين، لكنه يحاول قدر الإمكان أن يبقى في مساحة يعني لا يقرر فيها في مساحة رمادية بحيث يبقي يعني تصريحاته منسجمة مع رؤى اليمين ويبقي أيضا تصريحاته تحافظ على يعني خط تواصل بالحد الأدنى
مع قوى المعسكر الصهيوني ومع القوى الأخرى داخل المجتمع الإسرائيلي. هل يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستمر في هذه المعادلة إلى مد طويل؟ من الواضح جدا أن هذا الأمر غير ممكن، ليس يعني تخوفا من بني جانس، لأنه حتى انسحاب بني جانس من طيب الحكومة أشرت لو إلى مسار انتهى بيني جانتس.